يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الحقيقه عندنا يعني ملفات مهمه جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي، مشوار النادي الاهلي في المونديال، استعداداته، وايضا ملفات عديده على الساحه الرياضيه هنتكلم فيها مع زميلنا العزيز الناقد الرياضي خالد الافريبي، رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق، واللي المعروف عنه الموضوعيه وان دايما كلامه لا يخلو من النظرات الثاقبه والرفايع المختلفه، وساعات عند الغلط بيطرطش غلط. صباح الفل عليك. صباح الفل يا كريم، يعني الف شكر على المقدمه الجميله والكلام الجميل ده، وان شاء الله اهم حاجه تكون جبت الخوذه معاك. ايوه، عشان اي كلمه كده ان شاء الله باذن الله. صباح الفل. صباح الفل بجد، مستمتع بوجودك معانا. انا بكون مبسوط بتحليلك، وده تاني لقاء معانا في 10 الصبح في الاهلي، واكيد مش اخر لقاء طبعا، مستمرين مع بعض. ونبدا بملف المشاركه في المونديال، يعني بدايه كده والاجواء اللي شفناها لدى وصولهم، يعني خلينا في الاول نبدا من الزاويه دي لان في تفاصيل تانية هتتبعها بعد كده. تمام، تتبعها. هو مبدئيا ناس كتير اتكلمت على مكاسب النادي الاهلي من المشاركه في المونديال. اتكلمنا على المكاسب الماديه، اتكلمنا على المكاسب الجماهيريه، اتكلمنا على مكاسب كثيره الشعبيه، وكل حاجه اتكلمنا عنها. انما في زاويه مهمه انا شايفها ان احنا لازم نتكلم فيها ونلقي الضوء عليها، وهو مكسب كبير جدا لاي لاعب في المستقبل. بمعنى اي لاعب في المستقبل انت بتتكلم عنه، زمان انت قعدت فتره مثلا ما شاركتش في كاس العالم للانديه، انت النادي الوحيد طبعا اللي شاركت في مصر 5 مرات طبعًا. ودي المره السادسه، ده كان بيديك اولويه لتفكير اي لاعب انك تفكر انك تجيبه. بمعنى طبعا النادي الاهلي خلينا نقول ان هو وجهه وحلم لاي لاعب طبعًا. طول عمره، يعني خلينا نقول معظم اللعيبه وهم صغيرين بيفكر ان عايز اروح النادي الاهلي، حلم يروح للنادي الاهلي، عنصر الجذب متحقق من زمان. انما لما بيدخل على المنظومة عناصر زي مثلا ممكن تكون فلوس أكتر، ممكن تكون بتغري اللعيبة التانية بحاجات أكتر، أنت عنصر العالمية مش متحقق غير بمعنى عايز أروح للعالمية هتلعب في النادي الأهلي، عايز تشارك في المونديال مش تتفرج عليه في التلفزيون زي أي لاعب في مصر. أنا بقول حقايق، ما بتقولش كلام وخلاص. خالد ابتدى. عايز كده تعرفي ان خالد ابتدى. عايز تشارك في المونديال هتروح النادي الاهلي. عايز تتفرج عليه اقعد في التلفزيون عند اي نادي، ليس تقليلا من اي نادي، وانما انت بتتكلم في سادس مره بتشارك فيها في المونديال. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه والمهمه وهي انك بتربي جيل، جيل جاي. خلينا نكون واضحين ومنطقيين. المكسب بيجيب شعبيه، والمشاركه في المحافل اللي زي دي بتجيب شعبيه، شعبيه النادي الاهلي هي الاكبر طول التاريخ، انما ده بيجي من كتر البطولات. خلينا نكون واقعيين، من كتر البطولات الجيل طبعا جيل ورا جيل بيسلم بطولات، انما لو بتكلمني بقى في جيل مونديال الانديه الاجيال بتاعتنا 2005 و6 و8 و12 و13، شوف كم واحد كان لسه صغير وهو طالع عينه بتفتح كده على الكوره بيلاقي النادي الاهلي، زي ما بقول لك المثل اللي كان بيقول لك انا كنت بهرب المدرسه علشان اشوف مباريات الاهلي في اليابان. طبعا جماهير المنافسه بتحاول تاخد السلوجان ده عشان تتريق عليه، ما هو ما عندوش غير ده. ليه؟ لان فعلا كتير جدا كان بيهرب المدرسه عشان يشوف النادي الاهلي في اليابان، لان ده كان حدث غير عادي وغير طبيعي غير مسبوق عند المصريين. حضرتك كنت موجود هناك برضه استاذ خالد؟ انا كنت موجود في اليمن 2012 وما كنتش بهرب من المدرسه. هنبقى ايوه عايزين برضه تبقى تقول لنا. طبعا فاكيد هنتكلم. فلما تتكلم في دي، لا طبعا ده مهم، مهم انك مش المكاسب بتكون المكاسب ماديه بس، ما هي الشعبيه اللي انت بتبنيها من المشاركه في الحاجات ديت هي اللي بتجيب لك فلوس. لما تكون عندك قاعده جماهيريه اكبر، كل ما بيكون إدارة التعاقدات والتسويق بتاعتك بتشتغل على القاعدة دي. فالموضوع مش مشاركة مجرد مشاركة شرفية أبدا إطلاقا، لا، ده وجود النادي الأهلي يشرف البطولة، ودي قيس إحنا كام مليون في مصر بيهتم بالبطولة لما النادي الأهلي بيشارك فيها، وكل مرة النادي الأهلي ما بيشاركش فيها ما بيكونش فيه اهتمام. تخيل لو قلنا 100 مليون اهتم ببطوله معينه، وال100 مليون دول مثلا 5 مليون اهتموا بيهم بها في غير وجود النادي الاهلي، حتى المنافسين ليك واللي مش حابين وجودك برضو بيتفرجوا عليك علشان يشجعوا الفرق المنافسه، وليكن ما هو وجودك برضو ده بيجيب لك انت تسويق في الاول وفي الاخر. وبالتالي مكاسب النادي الاهلي
من المشاركه في المونديال. ده اهم حاجه احنا لازم نركز عليها ونتكلم عليها، خاصه في النقطه اللي قلت عليها، عايز تتفرج على النادي الاهلي اقعد في اي نادي تاني تشارك. على فكره والنادي الاهلي في بعض اللعيبه اللي هو بيتعاقد مع اتعاقد معاها حاليا، مش حابب اقول اسماء، انما كان من ضمن الحاجات اللي بيتفاوض مع اللاعب، لان كان في لعيبه انت بتتفاوض معاهم وانديه تانيه منافسه بتنافسك مش انت بتنافسهم على، لان انت اكيد في المركز الاول دايما اللي بيحاول يوصل لك هو اللي بيحاول انه يدخل على اللعيبه اللي عندك واللعيبه اللي انت بتحاول يكون هدف ليك. من ضمن الحاجات اللي انت اكدت عليها في المفاوضات انا رايح كاس عالم للانديه، ده شيء مش موجود عند اي نادي تاني، وبالتالي حاجه مغريه لاي لاعب انه يتواجد في النادي الاهلي. فلازم كنا نركز على النقطه دي، فيعني ان شاء الله نتمنى ان احنا نبني على ده، واللعيبه اللي جايه تكون عارفه ان النادي الاهلي او حلمه مش مجرد دخول النادي الاهلي، الفوز بقى. طبعا الفوز ده اللي احنا كلنا بننتظره، ويمكن ده ممكن محور ان احنا انا وكريم نروح ليه. هو من وجهه نظر حضرتك ايه اللي يعوق النادي الاهلي ان هو يفوز ان شاء الله في يوم بكاس العالم للانديه؟ يعني مدى جاهزيتنا للفوز؟ انا شفت التقرير اللي كان معمول مع جماهير النادي الاهلي في الشارع، كتير اتكلم على ان انا بفكر ان انا اكسب البطوله. النادي الاهلي مش شعارات بقى، لان النادي الاهلي هو اللي عودنا على كده. لما تكون معود حد انك دايما ما بتبصش غير للبطوله او للمركز الاول، لازم كمان انا اطمع، صح؟ وهو ده اللي الجهاز الفني بينقله للعيبه. بس اهم حاجه زي ما تعودنا برضو في النادي الاهلي ان احنا بنبص على الحاجه مرحله مرحله. وصولنا للنهائي مش هيتم الا اذا كسبت فريق الضحيه، ده لازم. فاول حاجه بالنسبه لي هي المباراه الاولى هي مباراه البطوله، لان لو انا فزت خلاص كملت، ما فزتش خلاص هلعب مراكز ثانيه. انما ايه وليه لا، انا واحنا كنا في اليابان كان الفريق البرازيلي تقريبا اللي هو كان هيقابلنا في المباراه الثانيه، كان دايما التفكير ان احنا لابد ان احنا نفوز في المباراه الاولانيه، وكنا عارفين ان المباراه صعبه جدا. عملنا مباراه من اهم مبارياتنا الخارجيه او اهم مباراه يعني على مدار تاريخ النادي الاهلي، قدمنا مباراه قويه جدا وارهقناك جدا، وفي الاخر خرجنا بصعوبه جدا، خدنا المركز الرابع تقريبا على ما اتذكر. فمفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه صعبه، انما مفيش حاجه اسمها هفكر في بايرن قبل ما اتكلم عن الحلم. ما مش هكسب يعني خطوة. لازم اكسب عشان اعدي على بايرن. فلا مفيش ما يمنع ان انا افكر ان انا اتكلم على البطوله او افكر في البطوله. يعني كاس عالم للانديه معناه بطبيعه الحال ان كل الفرق المتنافسه او المشاركه فيه كلها اقوى من بعض، بالتالي انت شايف الى اي درجه الاهلي عنده فرصه؟ والاهلي برضو فريق كبير وما يقلش عن كل الفرق دي، ولكن احنا بنتكلم على مدارس كرويه مختلفه. طبعا انت جايب ابطال القارات كلها متجمعين في بطوله واحده مكثفه، ففرص النادي الاهلي شايفها رايحه لفين؟ هو احنا لو هنتكلم على المباراه بقى الاولى، هي المباراه اللي هي بوابه عبورك لنصف النهائي، بتتكلم على فريق الدحيل، فريق قوي، فريق مش ضعيف، فريق. بس ما يميزك انت ان انت رايح ممثل عن قاره افريقيا، يعني خدت بطوله افريقيا بعد مشوار طويل جدا من الصعوبات، وبالتالي انت رايح فريق قوي جدا، ليك هيبتك صبر اللاموشين المدير الفني اتكلم عن ده، اتكلم انك قالك اغلب لعيبه الفريق النادي الاهلي بيمثل المنتخبات، لو بتكلم على النادي الاهلي لعيبته اللي بتمثل منتخبات مصر، ثم علي معلول في تونس، ثم اليو ديانج في مالي، فعندك لعيبه دوليين عندهم خبرات كبيره جدا، بطوله مش غريبه على النادي الاهلي، حتى ولو في كل يعني معظم اللعيبه ما شاركتش قبل كده، انما انت النادي نفسه الصوره نفسها مش غربه مع البطوله اتكررت اصلا. اللعيبه دي منهم كانوا صغيرين في السن كانوا بيحلموا بده، انما كانوا بيحلموا بحاجه هم شافوا المكان اللي هم فيه كان موجود فيه قبل كده، وبالتالي هو عارف انه عليه عبء كبير، مش حاجه اسمها تمثيل مشرف، هو عارف ان النادي خد البرونزيه قبل كده، انا المفروض والطبيعي عليا والطبيعي مني ان انا اوصل فين؟ اوصل على الاقل نصف النهائي، ده التارجت الاولاني. فاكيد ده
حاطط مسؤوليه عليهم وهم حاسين بيها كويس. طيب اسمح لي طبعا احنا هنرجع لسنا حديثنا يعني مستمر في النقطه دي تحديدا، لان يمكن كمان حضرتك قلت اللعيبه مش اول مره يشاركوا ومدير فني مش اول مره بالزبط. يشارك، فدي نقطه ثانيه. خلينا نروح فاصل بس سريع ونرجع نكمل المحاضره. حديثنا مستمر مع الاستاذ خالد الاتريبي وملفات كتيره بنحاول ان احنا طبعا نتناقش فيها. وقبل الفاصل سالت حضرتك انا وكريم عن فكره هنا طبعا مش اول مره يشارك لعيبه كتيره موجودين حاليا في الاهلي للمونديال، ولكن كمان احنا النقطه هنا ان موسيماني مش اول مره، كان قبل كده ليه تجربه طبعا مع سان داونز، فانعكاسات ده ممكن تبقى لصالحنا ازاي. هو اتكلم عن الموضوع ده قبل كده، يعني هو قال ان انا تجربتي الاولى في المونديال ما كانش عندي خبره وكنت متخيل ان الامور غير كده تماما، فكان بالنسبه له الاوضاع مفاجاه شويه. انما طبعا خسر الماتشات اللي هو شارك فيها، لان طبعا اتكلم بقى على الاجواء واتكلم على الساعه البيولوجيه واتكلم على هو اتكلم على حاجات كتير. انما الظروف دلوقتي مختلفه، هو هي نفس الكلام تكرر على فكره مع النادي الاهلي في 2005. لعيبه النادي الاهلي اللي كانت موجوده في التوقيت ده قالت لك احنا كنا رايحين ان احنا هناخد البطوله. تفكيرهم ان احنا هناخد البطوله، فطبعا رجعنا من غير اي حاجه، يعني المركز الاخير. وبالتالي هو كان شايف ان ده لابد ان يكون نقطه فاصله، يعني التجربه دي سواء من اللعيبه او المدير لابد ان احنا بقى نشوف وتنعكس في البطوله الحاليه. ليه؟ لان هم عارفين انك لو انت تحت ضغط انك لازم تاخد كاس العالم للانديه، لازم تعمل ده، لابد انك تفرق ما بين رغبتك وبين تركيزك في المباراه، المباراه الاولى اللي هتعدي منها لباقي مشوار البطوله. فهو ده اعتقد اللي هو اتكلم فيه حتى مع اللعيبه هنا في مصر قبل ما يسافر، وكلامه مع اللعيبه في قطر هو بيتكلم كتير مع اللعيبه بالمناسبه كاعداد نفسي، وبيتكلم معاهم في جزء كده مخصص لازم قبل التمرين يتكلم معاهم عن دوافعنا، احنا هنعمل ايه، احنا جماهيرنا المنتظر مننا ايه. اللقطه الخاصه بالجماهير في المطار كانت لقطه جميله جدا. وهنا حابب اقف نقطه، اقف عند النقطه دي، وهو في ظل ظروف كورونا اللي احنا فيها، وان انت المفروض اصلا ممنوع التجمعات في اي مكان، فانك الجماهير بتاعتك في بلد تانية تكون مصممه على ان هي توصل وتوصل رساله للعيبه اللي موجودين ان انا لا لازم اكون موجود مهما كانت الصعوبات. الناس ما تعرفش او لابد ان احنا نقول ونشاور على ان هناك الجاليه المصريه ورابطه الاهلي هناك حاولت بكل الطرق علشان يوصلوا للنقطه دي، ان هم يكونوا ما ينفعش النادي الاهلي يكون موجود ويدخل البلد وما يكونش فيه جماهير ومستنياه. في البعض بيقارن الظروف دي بالظروف اللي كانت مفتوحه قبل كده. انا اكاد اجزم ان احنا لو في ظروف ظروف طبيعيه كان المطار اتقفل، كان المطار اتقفل بالمنطقه اللي حواليها. صح. النادي الاهلي من يحاول يعني يوهم الناس ان شعبيه النادي الاهلي مثلا او شعبيه يعني مثلا في شعبيه للنادي الاهلي اقل من اي نادي في المنطقه العربيه غلطان. لا هي مش شعبيه كده، دي تبقى نكته. دي نكته كده، ده تصدير الوهم زي الوهم في الكلام ويحسسك ويجيب لك فيديوهات ان ده حقيقه. انما الحقيقه مش بالكلام، فيديوهات بكاس بيتحط كده في الدولاب اللي عندك اللي مفيش فيه مكان، والكلام اللي بيملى الهواء في اماكن تانية ما بتاخدش منه حاجه. عشان كده بنقول وجود جماهير النادي الاهلي في الظروف دي ده انتصار لجماهير. وقفنا في كلامنا مع ضيفنا العزيز الزميل خالد الاتريبي عند تفصيلة ماهية الفريق المنافس، طبيعة الفريق المنافس، هل هو بيميل أكتر للدفاع ولا بيميل أكتر للهجوم؟ لا هو الثلاثي الهجومي عنده خطير شوية، إنما دفاعه يطمعك شوية، يعني دفاعه يخليك لو أنت لعبت عليه ضاغط أمام يعني في بداية المباراة تربك حساباته، وانت عندك امكانيات انك تعمل ده، عندك قفشه يوصل للمهاجمين بتوعك، شايف ان بواليا لو لعب المباراه في الاول يرهق الدفاعات كويس قوي، حركاته كتيره في الملعب، مش موفق مش موفق، وليه لا ممكن يكون موفق قدام الدي حلو تبقى انطلاقته، وبالتالي هتدي له ثقه غير عاديه ان هي تكون متاخره لك هنا، دي اعتقد ان هي نفسيا ممكن تنقله في منطقه ثانيه خالص.
انك ما وافقت ما تمش يعني ما كانش في توفيق في المباريات الدوري مع انك كان تحركاتك كويسه هدف جبته واتلغى كان صحيح فساعتها تقول طب كويس ان الهدف ده اتلغى يعني على الصعيد الشخصي يعني هو الحقيقه ولتر بواليا بصفه خاصه من اول ما جه هو ما بين ان هو بيثير جدل وما بين ان هو بيجبرك على ان انت تقف تتامله هو لان تحركاته زي ما انت بتقول فاعليته زي ما انت بتقول يمكن شويه مشاكل في الفينشنج لكن غير كده هو فعلا يعني شتت الفريق هو مشكلته خلينا نقول مشكلته حقيقيه فعلا ان هو ما خدش وقت يعني على طول عارف بتضر للنار اللي هو مثلا هتقول لي انت انا في لقاءات قبل كده كنت بقول دايما ما بحبش نظريه الانسجام بس مش لدرجه ان احنا نضرب بيها عرض الحائط كده يعني مش لدرجه ان انا اجيب لاعب بيلعب في نادي تاني يدخل عندي على طول فيتمرن تمرينتين ثلاثه وينزل الملعب على طول انما على الرغم ان ده حصل لا زي عارف زي ما بقول لك ان ما بلوش كرامات لا بلوا كرامات في التحركات طبعًا في هد الدفاع الضغط هو ناقصه بس ان شاء الله يهدف وعندي احساس انه ممكن يعملها في مباراه الدحيل اتمنى ان ده يحصل وان شاء الله تبقى فتحه خير بقى عليه وعلى النادي الاهلي لان احنا مش هنتكلم انه يرد على المشككين ولا احنا عارفين ان ده مهاجم كويس عنده خبرات عنده تجارب في الدوري المصري وبالتالي ان شاء الله نامل ان هو يكون كويس وتكون انطلاقته بقى الحقيقيه من المكان العالمي ان شاء الله باذن الله ممكن استغل اخر خمس دقائق ان احنا بقى ننقل من ملف كاس العالم للانديه ونروح للدوري الحالي لان الدوري الحالي كده بدايه شكله مش هيبقى سهل فخليني اعرف وجهه نظرك يعني من الشق ده وبرده توقعاتك كده مين اللي ممكن يبقى في النهايات او يعني في الفينالز بتاعته الاهلي طبعا لا يعني مين هيحصل على الدوري ده موضوع تاني انا بسال مين هيتاهل يعني لا هو النادي الاهلي ان شاء الله يعني دايما الدوري مش كلام برضو التاريخ بيقول كده النادي الاهلي بإذن هو بإذن الله ان شاء الله بس ده مش بالكلام مش بالكلام ليه لانك عند مش اي حد ياخد دوري يا جماعه ارجع لكل دوريات العالم الكبيره هتلاقي ان في كل يعني الدوري الانجليزي الدوري الالماني اسباني هتلاقي ان في نادي ليه نصيب الاسد من الالقاب المحليه الخاصه بالدوري ونادي تاني يعني بيجي وراه ايه يعني زي عندنا هنا كده مثلا الاهلي والزمالك فهتلاقي الجاب واسع قوي ده مش تقليلا من نادي الزمالك او تقليلا من الانديه المنافسه هناك دوري ليه حسابات مختلفه ليه نفس طويل ليه ترتيبات كبيره جدا مش اي حد يعرفها وعلشان انت كنادي تاني نادي منافس تاخد بطوله من النادي اللي عارف السكه ده صعب قوي بس احنا ممكن نشهد يا خالد يعني اختلاف شويه في فكره هنا الانديه الفرق اللي هي او الانديه اللي هتصعد للنهائيات يعني احنا شفنا مثلا بعض الفرق تقصد اللي هو اللي هيوصلوا المركز الثاني والثالث ما هو نادي الزمالك بالتبعيه لما تيجي مش ترشح مش بتكلم على الزمالك لا انا هقول بقى لما تيجي ترشح اي حد ياخد المركز الثاني لازم ترشح الزمالك ليه برضو هو التاريخ بيقول كده لان انت بترشح النادي الاهلي لانه ياخد البطوله وبالتالي الطبيعي والمنطقي ان الزمالك بيفضل ضاغط عليه وبيعمل ضاغط ان هو ينافس يحاول يوصل الأول. للصداره ما بيعرفش فبيحاول انه ياخد المركز الثاني دخل معاه مؤخرا بيراميدز علشان يعني يحاول ينافسه على جزء من التورته دي عشان كده دايما بقول التورته المركز الثاني واسعه شويه يعني بتسمح ان بيراميدز يدخل عليها الزمالك يدخل عليها انما النادي الاهلي بيكشر بدري شويه يعني في اوقات كثيره لا ده ما انت رايح فين يعني انا هنا يعني بس خلي بالك الدوري الموسم ده تحديدا برضو من ضمن المستجدات المؤسفه اللي فيه بقى عندك معوقات بتعوق رحله يعني التصعيد اللي احنا بنمشي فيها دايما بالشكل الكلاسيكي المعتاد لغايه لما بنحصل على اللقب وبنحصل على البطوله انت عندك اخطاء تحكيميه اتكلمنا وقلنا فيها ما في الخمر عندك الفار وما ادراك ما انعكاسات الفار على النادي الاهلي في الفتره الاخيره النوع ده من المستجدات ممكن يفرمل ممكن ياخر ارجع للموسم اللي قبل اللي فات الموسم اللي قبل اللي فات طبعا كان حواليك مستجدات كتيره وضغوط كتيره ومحاولات كتيره ان هي توقعك وناس كتير جدا قالت لك الاهلي بعيد والاهلي مش جاي وما بس كانت الاول اجتهادات فرديه مؤخرا بقى الانطباع العام منظمه لا لا في شيء ممنهج لا لا لا
كان ساعتها منظم ومنهج ومصروف عليه مصاريف عاليه قوي، بس النادي الاهلي غير، النادي الاهلي غير. احنا واقفين في موضوع التحكيم وموضوع الفار، انما انت كلاعب اهلي مش هتقف عند ده، انت بتوري الناس. احنا لما بنقول على التحكيم احنا بنكشف، انما مش هنقف، انت بتكشف الحقائق اللي او الحاجات اللي بتحصل حواليك علشان تمنعك او علشان ممكن تزكي طرف على حسابك، انما انت في النهايه مش هتقف عند ده وهتعديه برضه. يعني احنا بنكشف واحنا ماشيين. اه طبعا. طيب انا عندي شق برضو مرتبط بالنقطه دي، هي فكره برضو ان شفنا فرق او نوادي مؤخرا برضو بتتكلم ان هي اختلف ادائها، يعني فكره اشتروا لعيبه زي سيراميكا مثلا، المقاولون العرب برضو ادائهم كان متميز في الفتره الاخيره. هل بتعتقد ان المنافسه ممكن تبقى مختلفه الدوري ده؟ ده كان جزء من سؤالي. اه طبعا هم هيطمحوا ان هم يكونوا في المراكز المتقدمه، يعني بتتكلمي خامس رابع. ما تتوقعش لسه ان هم يلعبوا على الدور، ممكن يكونوا عامل مؤثر في انه يخلي مثلا انديه بتتنافس على المقدمه يفقد نقطتين، يفقد ثلاث نقاط، هيكونوا كده، انما مش هيدخلوا في الجزئيه دي، جزئيه انك تكون الثالث او الثاني لسه انت بتعتقد. محتاج خبره. امبارح اكتمل نصاب الفرق المشاركه في مونديال العالم، كاس العالم للانديه طبعا. كان في قضيه ثانيه. ايوه احكي لنا بقى عن القضيه بتاع جنوب امريكا الجنوبيه كانت عامله. هي قضيه امريكا الجنوبيه تمام وزي الفل، مفيش مشكله، انما مفيش قضيه زي قضيه محمد مجدي قفشه، مفيش قضيه زي كده طبعا، لان القضيه بنفس السيناريو وكوره جت قضت على، يعني كان الماتش ماتش سجال، يعتبر مفيش حد عالي على حد بشكل كبير، انما جت القضيه خلصت على الموضوع امبارح، وكانه بقى عارف ان هو ده مونديال الانديه للقضيه. أيوة. هيكون موجود. أيوة. ده السنه دي نتمنى بقى قفشه يعيد القضيه دي، بس برضو حلاوه القضيه بتاعه مباراه القمه انا بالنسبه لي على مدار وقت طويل جدا مش هيضيعها اي حلاوه تانية، لان القضيه دي مش قضت على حاجه واحده بس، ده قضت على حاجات كتير وريحتنا من حاجات كتير كانت ممكن تبقى تحصل لو شفناها بجد، يعني ريحتنا نفسيا وعصبيا وفنيا وماليا. ان شاء الله تتكرر بقى ان شاء الله في كاس العالم للانديه. احنا بنشكرك على وجودك معانا خالد، شكرا جزيلا كالعاده، يعني حديثك ممتع ومفيد وبناء الحقيقه. الف شكرا، انا بشكركم دايما ودايما ان شاء الله معاكم باذن الله. نورت. دايما معانا طبعا وسعداء زي ما كريم قال، واستفدنا ورسايلك بتبقى كده ايه يعني واصله ومفهومه يعني لصاحب النصيب. على كل حال احنا بنشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده.